السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على عبارات تستعمل بكثرة في الحياة اليومية، وهذه العبارات ستساعدكم في تعلم اللغة الفرنسية بسرعة. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، أو العبارة الأولى، ولا حتى في الأحلام. بالفرنسية نقول même pas en rêve، même pas en rêve، même pas en rêve. العبارة الثانية، أنا أصر على، هي j'insiste يعني أصر pour على. فجنسيست le verbe c'est insister، j'insiste pour. افعل ما تشاء، هي fais comme tu veux. وممكن نقول ايضا faites ce que vous voulez. فبالنسبه ل fais comme tu veux، فهنا كيف غتلاحظوا استعملنا tu. Faites ce que vous voulez، فهنا استعملنا vous. فvous كنستعملوها مع الجمع، وايضا فهي صيغة الاحترام، يعني الا كان الشخص يكبرني سنا او بيناتنا الرسميات فكنستعمل معه vous. Faites ce que vous voulez. فافعل هي fais. لا تفعل هي ne fais pas. Donc افعل fais، لا تفعل ne fais pas. فقدت أعصابي، فهي j'ai perdu le contrôle. أو ممكن نقول أيضا je me suis emporté. فبالنسبة ل j'ai perdu le contrôle، فهي فقدت أعصابي، أو بالأحرى فقدت السيطرة. J'ai perdu le contrôle. فممكن نقول أيضا بالنسبة لفقدت أعصابي je me suis emporté. أو j'ai perdu mon sang froid. كتعني فقدت أعصابي. اتركني، فهي lâche-moi. أو ابتعد عني، lâche-moi. فانتبهوا بالنسبة لاش موا، ا فيها اكسون سيركونفليكس، لاش موا اتركني او ابتعد عني. هذا مزعج، او انه مزعج، فهي سي انيرفون. هذا مزعج، سي انيرفون. او ممكن نقول ايضا سي اغاسون. هذا او انه مزعج. وممكن نقول ايضا سي انكيتون. فبالنسبه لسي انكيتون ممكن نستعملها ايضا في هذا مقلق او انه مقلق. الان انتقلوا العباره المواليه. هذا مضحك، بالفرنسيه نقول سي درول. بالنسبه للاو فكتكون فيها اكسون سيركونفليكس، فممكن نقول سي درول او سا درول. كيف ممكن نقول ايضا سي ريغولو. فبالنسبه لسي ريغولو فكتعني هذا مضحك او هذا مسلي، سي ريغولو. هذا ممل، هي سي اونويو. العبارة الموالية، أنا مستعجل، فهي je suis pressé. أنا مستعجل أو je suis pressé. هذا مقلق، c'est fâcheux. كيف ممكن نقول أيضا c'est troublant. C'est troublant.
C'est troublant. هذا مقلق أو هذا مثير للقلق. C'est troublant. أو c'est perturbant. C'est perturbant. C'est perturbant. فهذا مقلق ممكن نقول c'est fâcheux. C'est troublant. أو c'est perturbant. D'accord. الآن عندنا دعني وشأني. دعني وشأني بالفرنسية هي fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. دعني وشأني أو اتركني وشأني. Fiche-moi la paix. يعرف فعل كل شيء فهي il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire كتعني يعرف فعل كل شيء أو يمكنه فعل كل شيء أو يعرف فعل أي شيء. دونك المعنى هو هذا il sait tout faire. على أي حال فعلى أي حال هي quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. على أي حال أو على كل حال أو أيا كان الأمر فكتعني quoi qu'il en soit. ممكن نقول أيضا en tout cas. على أي حال en tout cas. En tout cas. ممكن نقول أيضا de toute manière. De toute manière. بكل الأحوال أو على أي حال. De toute manière. كيف ممكن نقول de toute façon. De toute façon. De toute façon. العبارة الموالية انظر إلى هذا فهي regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. وبالنسبة لصيغة الجمع يعني انظروا لهذا فهي regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. أعرني أو أقرضني فهي prête-moi. 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 فإلا بغي نقول شي شخص أعرني كتابك فهي prête-moi ton livre. Prête-moi ton livre. عيدني. فعيدني هي promets-moi. 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 كتعني عيدني. وبهذا كنصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها لعبارات مهمة تستعمل بكثرة في الحياة اليومية، وهذه العبارات غتساعدكم في تعلم التحدث باللغة الفرنسية. وما تنساوش جيم أو إعجاب الفيديو فهذا كيشجعني، وشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعلموا الفائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.